وحشاني. طب خلاص يلا مستنياك، هتيجي تعال. طيب لا اله الا الله والسلام. والعوازل يا ما قالوا ليه بحبه ليه؟ انت اللي موقفك يا بنت كده؟ تقف تصنط عليها يا بنت؟ تعملي ايه هنا؟ انا بدنف. بايه؟ بدنف. يعني بتتكلمي عربي اهو. انت منين يا بنت؟ انت بالوكاله ولا من امبابه ولا بلاد الدكرور ولا منين نصيبه مطردي؟ يا ماما في ايه مالك في الساعات كده ليه؟ اللي ما تستنى دي واقفه تصنط عليا. جوه وين اهو؟ مفيش جون، ما تتحركش منها قبل ما اخلص كلام. ايه؟ واحدة صاحبتي قالت لي ان الشغالات دول بيبقى لهم في الاعمال والسحر والحاجات دي. الله اكبر، الشيطان اسود، يبقى اكيد معمول لي حاجه. انا حاسه ان انا مش طبيعيه، تلاقي المخفيه اللي ما تسمى اللي اسمها صفا ولا مغكره دي عامله لي حاجه، عشان كده عماله بروح واجي اروح واجي اروح واجي اروح واجي. انا لازم اروح للشيخ بجور العفريت، هو ده اللي يعرف كل حاجه كويس يخلصني من الموضوع ده. نو مدام نو، انا اعرف واحد كويس قوي 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 من الصومال. من الصومال؟ برافو عليك، الله اكبر عليك. هتوديني عنده اكيد. شفت يا ماما مش قلت لك؟ بسم الله ما شاء الله، سيرك بيت. بحب كمينه حبيبه قلب ماما. هتروحي معايا؟ اصبر يا سماره يا ابو دمي خفيف، وبقول لك يا سماره يا ابو دمي خفيف. ايه مشكله كايده؟ الله اكبر. ايوه كايده، اتكلم على طول، اتكلم على طول. حاضر حاضر، هتكلمه. المخفي جوزي ربنا ينتقم منه، راح اتجوز عليا. انا خلفت له 3 بنات وربيتهم وعلمتهم وكبرته هو في المجتمع، سابني وراح اتجوز عليا وجاب لي دريتي عندي في الفيلا وعماله تعمل لي في اسحار. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، فعلا فعلا كيدهم عندك حق، في سحر معمول، والسحر معمول على ظهر تمساح، والتمساح سارع بيه في الميه. يا مصيبتي يا لهوي، دوتي يا ما تعرفش حوم، ده انا بغرق في شبر ميه. الحل ايه؟ امسك الميه دي كيداهم. حاضر. رش الميه دي قدام باب اوضه ترتك، يخت عليه 7 مرات 7 مرات، وبعدين بعد ما يخت عليه 7 مرات ينعكس عليه العمل. جوزك اللي بيشوفه قمر هيشوفه قرد. لا بلاش ارزي دي يا سيدنا، ما هو ممكن ياكلها موز برضو، انا مش عايزه اشوفها خالص. ما عندكم عفاريت كتير؟ ابعت لها خليها عفريت. هات هات الكيدان دي، ميت عفريت، جربه وبعد 10 يوم تعالى. يعني كنت طلعها بعد 10 ايام؟ ايوه كيدان. ويفرضها من البيت؟ ايوه. الله اكبر الله اكبر. يلا 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 يا حفيظ. الله اكبر يا حفيظ. سبت معاك العفاريت يا حفيظ. يا حفيظ يلا يا حفيظ 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 يا حفيظ. رايح فيه؟ لا مفيش، اصل نسيت التليفون جوه داخل اجيبه. طيب يا حبيبي هات التليفون ومتاخرش، انا مستنياك يا ابو البنات. حاضر مش هتاخر، انا جاي على طول. يلا حبيبي. صف 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 يا صف صفتي حبيب قلبي، زعقت في كيداهم قلت لها خشي خشي نامي، انا ناقصك. راح لحبيب قلبي اجمل وش في الدنيا.
ماله الراجل ده؟ اتجن في عقله ولا ايه؟ سيدي الحجايبي يا مالك. ايه يا صفيه؟ مالها؟ انت على بيت بقت قرد. قرد ولا عفريت؟ قرد قرد ازاي؟ يا بصيت يا لاوي خرابي؟ يا بصيت يا لاوي خرابي؟ امال لو شفتيني لو شفتك هغب عليا. انا هطلعها احسن يا حبيبي، احسن يا ابو البنات. طلعها طلعها بالخمسه. هم ثلاثة بس موطين احتياطي. ايوه هطلعها. ايوه هطلعها. هطلعها هطلعها يا ابو بناتي. هفضل معاك انت حبيبتي. ايوه يا روحي. بصي بصي انت ما اتغيرتيش. يا حبيبي طبعا. طبعا يا روحي. طبعا يا حبيبي. طبعا طبعا يا ابو البنات. ربنا يخليك ليا. ارمي عليها. ايوه يا نهار اسود ونيل. حنفي وصلت للأعمال يا كيداهم. طب استني عليا. رشالي ميه كده شكلها غريب على باب الاوضه زي ما تكون عمل بتاعت الحاجات دي. دي بتاعت الحاجات دي ونص. وانا اقول من راسي عماله تلق تلق تلق. ايوه. طب وبعدين هعمل ايه؟ ما انا طالعه ارش ملح دلوقتي. لا ما تقولي ليش يعني شاطره. طب انت جربتيها؟ هاي اوعى اوعى اوعى. شمور 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 شمور. مش هنا مش هنا. اليمين 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 يا صافيه يا بنت العماد. اليمين يا صافيه يا بنت العماد. كمان عرفت اسم امي. بسم الله ما شاء الله. ده انت سر البات. ما تكلميش كتير ما تكلميش كتير. انت صافيه بس اللي جواكي مش صافي. ليه كده بس يا ست الشيخه؟ ده انا غلبانه والدنيا ظلماني. مظلومه والظلمه حرق قلبك عشان كده يا صافيه انت مش صافيه. ايوه النبي يا ست الشيخ ده انا مصدومه على الاخر. بصي يا ست الشيخه احنا يا اختي جايلك هنا على عارفه يا سنايا بنت طفيده عارفه ما تبخش كتير. عارفه انتوا عايزين ايه. خدي الازازه دي رشيها قدام باب اوضتك سبع ليالي بعد القمر ما يبقى بدر في نفس الشهر. شهر؟ طب باب اوضتي ولا قصدك باب اوضه كيداهم؟ كيداهم لا كيداهم لا. اوعى 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 كيداهم لا. والورقه دي احرقيها وبخري بيها ساعتها محدش هيقدر يقرب ولا يهوب منك خالص يا صافيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نجي المسكينه من الهم والهموم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اشتت الاشتوت اشتت الاشتوت. برا برا احنا برا برا. اشتت الاشتوت اشتت الاشتوت. يا حي يا قيوم. وانا كل ما اخرج من عند كيداهم واجي هنا عند صفي الاقي في ميه مرسوشه قدام الباب. مالك يا حنفي؟ قوم يا اخويا. انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا يا اختي مفيش حاجه. بس كل ما اجي خارج من عند كيداهم واجي داخل عند صفي الاقي هنا قدام الباب في ميه مرسوشه. طب استناني بقى. يا لهوي في ايه؟
عمل. عمل ايه؟ ومين اللي هيعمل لي عمل؟ هيكون مين غير كيداهم؟ اكيد عامله لك عمل عشان تنتقم منك عشان اتجوزت عليها يا اخويا. يا معلم مش فايد. طب وبعدين يا اخي؟ مفيش غير حل واحد، هاخدك معايا عند الشيخ الشكروت يشوف ايه الحكايه. اسمك ايه؟ وائل. ايه مشكلتك يا خنف يا ابن زنوبه؟ ايه ده؟ ده عرفني طبعا، يعرفك ويعرفني ويعرف امنا، ده مفيش حاجه بتستخبى عليه ابدا. بقول لك ايه يا شيخ الشكروتي، مشكله اخويا انه بيتجوز جوز نسوان والاتنين بيعملوا له اعمال، وهو يا عيني عامل زي السندوتش في وسطيهم، كل واحده بتاخد منه عظمه. لما هم عاملينك زي السندوتش ما حسيتش بحاجة غريبة في الفترة الأخيرة؟ بقولك يا أختي سيبينا لوحدنا شوية. طب وليه؟ ده نختك يعني سترك وغطاك. سيبينا لوحدنا، عايز أتكلم معاه في موضوع شخصي. فهمت، هي حصلت للدرجات دي. خلاص بقى روحية. حاضر يا أخوي، عن إذنك يا شيخنا. إذنك معاك يا ست روحية. خير يا معلم؟ بصراحة مش خير. الظاهر الجن عامل عمايله وعمال يجدد عمال يجدد. طب والحل ايه؟ الحل ايه؟ ما تخافش يا حنفي، كل شيء وعندي شكروت ولي حل. تخش عندي تقول اشتات انا اشتوت اشتات انا اشتوت، تخرج من عندي مبسوط مبسوط حي حي. يا ريت يا ريت عشان خاطري. يا ريت الخاتم ده ده تلبسه في ايدك اليمين 9 ليالي، وبعدين تنقله في ايدك الشمال 5 ليالي، يمين شمال 9 ليالي وهنا 5 ليالي. الخاتم اللي معاك ده اللي يلبسه عمره ما يسيبه سحر ولا جن ولا جن. 9 وهنا 5. كتر خيرك ربنا يخليك ليا. بقولك ايه؟ ما اقول انا انت مفيش، انت الحاجة بسيطة كده. ايه دول؟ يا ريت تشوف اي حد غلبان تحت البيت عندك وتدهم له عشان يدعي لي. حي حي.